قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بتفقد الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص تقديره لجلالة الملك المفدى على اللفتة الكريمة ومواقف جلالته المشرفة تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مشيدا سموه بالدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية واللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة من الحكومة الرشيدة. وأشار سموه إلى أن هذه الدفعة الأولى تحتوي على العديد من المواد الطبية والإغاثية، وهي خطوة ستتبعها العديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة إخواننا الفلسطينيين، داعيا سموه الجميع للمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل انطلاقا من الواجب الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وروابط الأخوة مع أشقائنا الفلسطينيين. طبعا بعد اسبوع من جمع التبرعات قاموا اعضاء المؤسسه واعضاء اللجنه الوطنيه بجهد جبار بجمع هذه الاحتياجات لاخواننا الفلسطينيين في غزه، وجمع كل الاحتياجات من مواد. الان الدفعه الاولى طبعا مواد صحيه لانهم بحاجه كبرى الى المواد الصحيه، وان شاء الله ان احنا دائما راح نكون اول الناس داخل غزه، وهذه شحناتنا ان شاء الله الحين راح تطير، ان شاء الله راح توصل هناك لاهاليها. الكل موجود يقدمون دعمهم لاهالينا في غزه. في وقت قياسي تمكنا من توفير ادويه اهالينا في اهم امس الحاجه اليها، وكان بالتوافق مع اهالينا في غزه ومع منظمه الصحه العالميه ومع الاونروا. هالمواد جدا جدا قيمه، تحتوي على مواد ضروريه للعلاج في الجروح الكبيره والنزيف القائم الان، مواد انتيبايوتيك اي في واشياء تم اختيارها من ثلاثه من خيره اطباء البحرين. انا سعيد جدا بحضور سمو الشيخ ناصر واهتمامه ومبادرته وفرحته بانه يقوم هالعمل في مع العلم بان المراره والالم في القلب، بس ان الانسان اذا يفرح اخوه هو يفرح اكثر، واذا يشوف اهله يتالمون هو يتالم اكثر. نحمد ربنا ونشكر الجماعه المتطوعين المتبرعين. في فترة قياسية جدا قدرنا بترتيب وجمع وتنسيق وعملية النقل. أشكر الجميع على تعاونهم. أول الغيث قطرة، وهذه أول شحنة من أخريات سيتم إرسالهن تباعا لقطاع غزة المنكوب بالقتل والدمار الصهيوني. أكثر من 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية والإغاثية ذات مواصفات عالية جهزت وفق احتياجات القطاع لترسل على وجه السرعة لنجدة الأشقاء هناك. طبعا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفق مملكة البحرين على رأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه لتوجيه المؤسسة الخيرية الملكية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد على دعم إخوتنا في غزة وفي فلسطين، وهذا ليس بمستغرب من مملكة البحرين فإنها داعم أساسي للقضية الفلسطينية. وطبعا هذه أول شحنة إن شاء الله ستذهب إن شاء الله إلى 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 غزة. طبعا اليوم يعني نقول في احتفالية عظيمة يعني بمباركة وبتوجيهات من سيدي جلالة الملك الله يحفظه والشيخ ناصر والمؤسسة الخيرية اللي واقفين مع أهالينا في غزة، اللي المفروض أن الأمة العربية كلها والإسلامية تقف في هذه المحنة اللي هم فيها، والمشاهدة اللي نشوفها يعني عبر وسائل الإعلام والاتصال شيء الواحد يعني ما بيقدر يعيد. واحنا نشوف هالالام الاطفال والشيوخ والعيايز، فاقلها اقلها يعني اللي نسويه هذه اليوم
بإرسال الشحنات الطبية إلى أهالينا. محتويات الشحنة سيتم توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، كما سيخصص جزء منها لرفض مستشفى مملكة البحرين في خان يونس، والذي يخفف من أوجاع وآلام الأشقاء، حيث يستقبل يوميا مئات الحالات التي كانت ضحية لاستهداف بربري لا يمت للإنسانية بصلة. لا شك أن التنسيق اللي تم بين الأخوة في فلسطين في غزة خصوصا، وبين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر البحريني ومنظمة الصحة العالمية للبحث عن أفضل الطرق والوسائل لإرسال أول شحنة من الأدوية التي تحتوي على جميع أصناف الأدوية التي تحتاجها أهلنا في غزة الآن، هي حوالي 41 طن وتحتوي كما قلت على العديد من الأدوية المهمة التي تم التنسيق والحاجة لها من الإخوة في فلسطين. سوف تكون هناك دفعات أخرى، وسوف نتواصل مع الإخوة في غزة لمعرفة الأهم الأمور التي يحتاجون لها في الدفعة الثانية إن شاء الله. الدعوة إلى أن الوطن كله يعمل والمجتمع كله يعمل، وكان في مقدمتهم جلالة الملك في دعمه وفي تبرعه لأهل غزة، هذه دليل على التلاحم الوطني اللي إحنا مملكة البحرين ننعم فيه الحمد لله. تعودنا من مملكة البحرين الشقيقة ومن صاحب الجلالة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أن تكون دائما البحرين متقدمة وسباقة في دعم الشعب الفلسطيني، إن كان في الموقف السياسي في المحافل الدولية والإقليمية والعربية أو في المساعدات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني. وما تم ترجمته اليوم بوجود سمو الشيخ ناصر من إرسال الدفعة الأولى، وهي الدفعة الأولى التي تتحرك باتجاه غزة من كل دول العربية ودول العالم، هذا ليس بغريب على مملكة البحرين وعلى شعب البحرين وعلى القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وعلى جلالة الملك. هذه أول ثمار مبادرة جلالة الملك المفدى وشعب مملكة البحرين للأشقاء في غزة، تلك المبادرة التي أكدت من جديد وحدة موقف القيادة والشعب إزاء ما تتعرض له غزة وأهلها من حرب أهلكت الحرث والنسل. شحنة المساعدات هذه والتي ترسل جوا إلى غزة ستكون الأولى عربيا وعالميا التي تدخل إلى القطاع المحاصر والنازف، والتي تحتوي على أهم الأجهزة والمستلزمات الدوائية والطبية، والتي غلفت بالدعوات والأمنيات للأشقاء هناك والذين يتعرضون لعدوان تشنه أوحش وأرعن آلة حرب عرفتها البشرية. لمركز الأخبار طارق السواعير، تلفزيون البحرين.